مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخ لكم وصفة اللي طلبتوها بزاف مني، اللي هي البراج ولا مبرجة، كل واحد وكيفاش يسميها. عملتها لكم على طريقتي، وزدت لها مكون سري اللي هي الخميرة تاع الخبز، اللي يزيد لها خفة ويخليها تتفتت في يديكم قبل ما تاكلوها. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وباش نحضروا البراج نحتاجوا الى 3 كيلات تاع السميد متوسط. انا شريت السميد تاع الميزان، ثم لكم الاختيار تحبوا تشربوا سميد تاع الميزان ولا تاع العلب كما تحبوا. وبالنسبه للكيلة اختاريت هذا الكاس للسعه ديالو 200 مللتر، ثم تحبوا تكبروا الكيلة ولا تصغروا الكيلة. نبداو بسم الله. شوفوا السميد كيفاش عامل، شوفوا هذا هو السميد متوسط. نعبروا 3 كيلات، هذه الكيلة الاولى. الكيلة الثانية، الكيلة الثالثة. نفوتوه دايم في الصفاية، السميد والفرينة دايم نصفيوهم. نعاودو نفوتو نضيفو له كيلة ونصف تاع الفرينة. هي دي الكيلة الأولى، وزدت لها نصف كيلة تاع الفرينة. نضيف لها ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وربع ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز، هكذا غير في الراس تاع الملعقة. نخلطو كامل المواد الجافة، نخلطوهم مليح، عاد نمشيو نزيدو ليدان. كي خلطنا كامل المواد الجافة نضيفو ليدان، نعملو هكذا حفرة في الوسط. ونفس الكاس اللي عبرنا به السميد والفرينة نعاودو نعبرو به ليدان. أنا عملت هنا كاس تاع السمن دائب، تقدو تعوضوه مارغرين دائبة. إذا كاس تاع السمن دايب ودافي، ما تعملوش سخون، دايما السمن ديالكم ولا المارغرين ولا الزبدة ما تعملوهاش سخونة. ونضيف لها نصف كاس تاع الزيت، إذا كاس تاع السمن دايب زائد نصف كاس تاع الزيت. ونحكو مليح هاد ليدان مع النواشف، بسم الله نحكو مليح. باش نلمو العجينة ديالنا نحتاجو الى الحليب ومازهر. نفس الكاس اللي عبرت به عاود عبرت به الحليب، عملت 3/4 الكوب حليب، ودوك نكمل هذا الربع مازهر. نعمر الكاس ديالي مازهر، هو ده الخليط بين حليب ومازهر، نخليه على جانب. وبالطبع ما نساوش باش نملحو البراج ديالنا، انا نعمل غير ملعقه صغيره، هنا لكم اختيار، اللي يحب الملح اكثر يزيد شويه. نعاود نحل هذاك السميد ديالي، نحلو. شوفوا راه شرب لي مليح هذاك ليدام. نبلل هذاك الملح بشويه تاع الحليب وما زهر باش نذوب الملح، ونبداو نطمو في الخليط ديالنا. البراج ما يحملش العجن، غير نطمو غير بصبعنا. نبداو نضيفو ونطمو العجينه ديالنا حتى اللي تنطمنا على شكل عجينه. نضيفو غير بشويه بشويه، صاي الخليط ديالنا راه وجد. شوفوا البنات خاصها تكون شويه طريه، ما تجيكمش ناشفه باش ما تجيكمش فيها التشققات، وتانيك ما تجيكمش طريه بزاف. شوفوا استعملت غير نصف كاس تاع الخليط ديالي، وهنا على حسب النوعيه تاع السميد والفرينه. نخلي هاد السميد ديالي على جانب، انا راني موجده العقده. شوفوا البنات راني قسمت العجينه ديالي على زوج كرات، عملت كره صغيره وكره حشويه كبيره، لكم الاختيار تحبوا توزنوهم بالميزان ولا تعملوا عينيكم ميزانكم. انا في الحقيقه وزنتهم، هذه عملتها 500 غرام وهذه عملتها 550 غرام. وبالطبع احنا موجدين العقده، هاي دي العقده
انا عملت لكم فيديو كيفاش نخدم العقده ديالي في الدار. انا نشري التمر هذيك حميره ونطحنها ونبخرها ونعملها القرفه، نعملها ما زهر، شويه تاع الزبده. المهم راني عملتها لكم فيديو بكل تفاصيل، اللي يحب يشوف كيفاش نخدم العقده ديالي في الدار دوك نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. انا خدمتها البارح، شوفوا عملت كميه كبيره باش نخدم شويه البراج، واللي بقاتي دوك نعملها مقروض. حتى المقروض دوك نحط لكم الرابط وصفتين عملت لكم حتى المقروض في صندوق الوصف. شوفوا في الاول تكون عندنا طريه بزاف، كي تكون سخونه على خاطر انا نبخرها، بصح كي تعاود تبرد لي شوفوا تقبض راسها وتعاوني. شوفوا هي في نفس الوقت طريه، شوفوا بصح تكون ابطى راسها. اذا دوك نرفد كميه من العقده تاع التمر. هايدي راني عاود وزنت العقده ديالي، عملت غير 350 غرام تاع العقده تاع التمر. حتى هي نكورها، شوفوا راه عندي طريه، راه عندي بنينه فيها الذوق تاع الالفه، اللي يحب يزيد لها الكبابه لكم الاختيار. هايدي العقده ديالي راه واجده، الجزء السفلي راه واجد وهذا الجزء العلوي. نكورهم مليح، ولا نشفت لكم تعدوا تعاودوا ترشهم هذاك الخليط تاع الحليب وما زهر. نمشي نجيب الكيس بلاستيكي باش الطريقه تتشكيل البراج. تراني ماشي نفتح البراج ديالي، فوق هذا بابي كويس راه ينباع، هذا اللي نغسل راه ينباع عند صواح اللي يبيعوا الكاطو الحلويات، يساعدنا بزاف في الخدمه. خيم كيس بلاستيكي على خاطر شويه خشين، واللي ما عندوش هذا بابي كويسون يعمل كيس بلاستيكي. نفضوا الكره الصغيره هي تجي من تحت، هي الاولى نفتحوها، وحاولوا تفتحوها على شكل مستطيل باش ما يجيوناش لي شوت، باش ما تضيعناش. نعملها على شكل مستطيل، نعاود نرجع لكم. شوفوا راني فتحت العجينه ديالي، حاولت نعطيها شكل مستطيل بنفس الطريقه. دوك نحل هذيك العقده تاع التمر والعجينه الثانيه، نفتحها ونعاود نرجع لكم. صاي البنات راني حليت العجينه الاولى، هذه الاولى وهذه الزوجه اللي تجي من الفوق. وهاد العجينه الزوجه كي حليتها انت شويه كبيره على الاولى، شوفوا كنت نرفد ونعبر هكذا ترفدوا بكل سهوله. نفس الشيء بالنسبه للعجينه تاع التمر، هيدي حتى هي فتحتها، هيدي مباشره نقلبها فوق العجينه الاولى ونحيوها برفق. شويه التمر الزايده حليتها شويه بزياده، نعاودو نعملو فوقها العجينه الثانيه. موطا ليكو عندنا زياده تنسكتو بيه الجهه اللي تكون عندي شويه ناقصه، وقفلوها مليح. علاش نعملو الزوجه كبيره؟ باش هكذا نقفلوها مليح، نقفلوها هنا شويه عندي ناقصه نزيد لها. صافي كي نسقلوها مليح الجناب وكلشي، دروا نفوتو باش نبسطوها بالوراق. تحبوا تعملوا عليها هذا بابي كويس الا كان خاص لكم، ولا مباشره تسرحوها. هنا السمك ما تحبوه، كاين اللي يحب البراد رقاق وكاين اللي يحبهم خشن، انا نحبهم شويه رقاق البنات. هنا لكم الاختيار. دروا نفوتو باش نقصوها. دايم كنت نحاول باش نحافظ لها على الشكل المستطيل كما شفتوا، باش ما يجيوناش بزاف لي شويت، خاصه اللي يحب يقصها مربعات ما تضيه له حتى قرضه، يبدا يقصص مربعات ويطبخها. بصح انا حبيتها الشكل لوزونج على خاطر الفيديو، ما انا مضاريه نعملها مربعات باش ما تضيعليش على خاطر الفيديو. شريت هذه الطابعة تاع البراج واني ماشي نعملها الشكل لوزونج، هكذا الشكل لوزونج يجيونا لي شويت. اذا فوتوا باش نقصوها، واللي ما عندوش هاد الطابع يقصها غير بالخدمي. نحيو هاد لي شوت، شوفوا البراج ديالنا كيفاش يجي.
انا نحب ركيك، هنا لكم الاختيار اللي تحبوا عليه. انا باش ناكل نحب بزاف التمر، ما نحبش بزاف السميد. كل ما اروض كل براج نحبهم بزاف فيهم التمر اكثر من السميد. مباشره نكمل نقصص كامل الكميه اللي عندي ونعمل الطاجين ديالي يسخن ونعاود نرجع لكم. الطاجين ديالي يسخن لي على نار متوسطه، عاود نقصلو شويه باش يطيبوا لي البراج على خاطرهم، سخطوا ما عندي ركاك باش ما ينحرقوليش. ونحطهم مباشره الطاجين ديالنا سخون بسم الله. كي يكونوا يطيبوا ما نخربوش كان فيهم حتى نحسوهم بلي حمارونا من تحت، عاد نقلبهم على خاطركم يكونوش حمار ونقلبهم يتفتونا. نخليهم يحمروا لي عاد نفوتو باش نقلبهم. صاي خليت البراج ديالي يطيبوا لي على خاطرهم باش يطيبوا لنا مليح. كي نحسوهم طابونا من تحت دعوا نقلبوهم، نبداو نقلبوهم بشويه. هاودي شوفوا كيفاش جانا هذاك اللون الذهبي على خاطر لميناهم بالحليب هو اللي يعطيهم هذاك اللون الشباب. نبداو نقلبوهم بشويه. كانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفه جد ناجحه. وصفه البراج يذوبوا في الفم واللي ما يحاولش عليهم يتفتلوا في يدهم او تريطريين بزاف بزاف. نهديها للناس اللي يعشقوا بزاف التمر اللي كيفي. انا نموت على العقده تاع التمر واللي كاطو كامل فيهم العقده تاع التمر. عندي مفضلين نحبهم خيم تاع اللوز، كما المقروط كما البراج كما لي كاطو ساكلي فيهم المقروط نفضلهم على اللوز. شكون الناس اللي كيفي كتبوا لي في لي كومونتير. نفتح لكم الحبه باش نشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا البنات اللون ذهبي كي لميناهم بالحليب هو اللي عطا لهم هذا اللون. شوفوا البنات طريين كما قلت لكم انا نحبهم رقاق نحبهم شغلات. شوفوا شوفوا كي تفتوا. نتمنىكم تنجحوا في الوصفه تاع اليوم. ما تنسونيش البنات باللايك وبدعواتكم بالخير اللي تسوى عندي الدنيا وما فيها. ونشوفكم في وصفه اخرى ان شاء الله.